حقيقي. طيب نشوف بشكل سريع بأسعار تداول العملات النهاردة وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري. الدولار الأمريكي 17.84 جنيه، ده شراء، بيع 17.94. اليورو 20.22، شراء بيع 20.40. الاسترليني 23.6%، 23.24. بعد كده الدولار الكندي 13.7 من 10، 13.8 من 10 بيع. الفرنك السويسري 18.49 شراء، 18.64 بيع. الين الياباني 15.72، 15.91. نروح بقى للعملات العربية. دينار الكويتي 58.82 شراء، 59.19 بيع. الريال السعودي 4.75 شراء، 4.78 بيع. الدرهم الإماراتي 4.85 شراء، 4.88 بيع. ريال العماني 46.31، 46.59. دينار بحريني 47.30، 47.58 بيع. دينار أردني أخيرا 25.12 شراء، 25.28 بيع. من